البوابات. طيب الباعة الجائلين يا فندم، الناس المواطنين بيشتكوا منهم جدا في اللي موجودين جنب المترو، امتى الظاهرة دي تنتهي؟ هي الباعة الجائلين مشكلة المحليات. المحليات إذا قدرت تدبر للباعة الجائلين أماكن مش هيقعد على مخرج المترو. هو دلوقتي كل الباعة متمركزين فين؟ على مخارج المترو، مخارج المداخل. هم متمركزين في أماكن كتير، بس أنا هتكلم موجودين. في أنا هقول لك البائع الجائل بيبقى معاه شنطة بلاستيك وبيقطع تذكرة على فكرة، وبيخش يبيع في القطر. طب هو مفيش اجراء امني ان هو لما نلاقي حد بيبيع؟ هو صح كده. احنا بنعمل حملات بقى. بنعمل حملات وانا بشرف عليها بنفسي. تمام. ان حد بيقطع تذكره اول ما يبتدي ان هو يعمل عمل تجاري في المترو، تخيلي احنا بنعمل مخالفات قد ايه في الشهر؟ قد ايه؟ يعني ممكن تقولي يا حضرتك اي رقم؟ لا مش عارفه عدد البائع الجائلين الموجودين. لا مخالفات ما بين ركوب عربيه السيدات، ما بين عبور سكه، ما بين بائع جائل. دي كلها مخالفات. من 11 ل 15000 في الشهر. في الشهر من 11 ل 15. تخيل الحملات يبقى شكلها ايه. في حملات بس يعني احنا بنتكلم في انتهاء ظاهرة زي دي، لان الناس بتتضايق منهم، هم يعني بيضايقوا المواطنين اللي راكبين المترو، وفي نفس الوقت حتى بيضايقوهم هم خارجين وهم داخلين وهم قاعدين كمان، يعني بيقطعوا تذكرة على ما يوصل المشوار، يكون بقى يعني استهلك نفسيا وعصبيا بسبب الباعة الجائلين اللي بيضربوا في الاروقة. لو السيدات ما اشتروش من الباعة الجائلين ما بيبقاش في باعة جائلين في المترو. هم بيشتروا، دي مشكلة برضه تانية. والباعة الجائلين ما بتشتغلش الا في عربية السيدات. في عربية السيدات فقط؟ لا يعني الأكثرية.